رفضت المطربة اللبنانية نجوى كرم الربط بين عدم إنجابها وتألقها في عالم الفن، مؤكدة أنها أصبحت أماً لكثيرين من الشباب الذين لم تنجبهم بفنها. وردت نجوى على عبارة الفن جاء على حساب أمومتي بالقول إن ذلك غير صحيح، لأن الكثير من الفنانات يجمعن بين الأمومة والفن، لكن هي اختارت أن تكون فنانة لأن الفن رسالة عظيمة، وبذلك يمكنها أن تكون أماً لكثير من الأشخاص. وكشفت شمس الأغنية اللبنانية في تصريحات إعلامية أنها فكرت باعتزال الفن خلال فترة تفشي جائحة كورونا، لأن تلك الفترة كانت صعبة جدا، فقدت فيها جميع المقاييس، لكن تخطتها بالصبر والإيمان بالله، على حد قولها. وأعربت صاحبة أغنية طلت ملك عن فرحتها بنجاح ألبومها الجديد الذي يحمل اسم كاريزما، ولفتت إلى أنها ستعمل في كل عام على طرح ألبوم غنائي جديد، لأنها تفضل الألبوم أكثر من الأغاني المنفردة، إذ تمتلك مساحة أكبر في غناء الألبوم. وقالت إنها لا تعرف كيفية أداء الأغاني المنفردة ولا تنجح معها بشكل كبير، معلقة: اكتشفت أني مش مطربة سينجل، لأن ذلك يجبر الفنان على استعراض كامل مهارته بأغنية واحدة، معلقة: لو عملت أغنية سينجل بحس مثل ملكة الجمال بتلبس كل ملابسها الحلوة دفعة واحدة. وعبرت كرم عن حبها الكبير للأغاني الغرامية وعدم تفضيلها الأغاني الحزينة، مبررة ذلك أن الحب شعور جميل جدا والاكتئاب قرار من الإنسان، وبأغانيها الغرامية تساعد الجمهور على قول نعم للحب ولا للاكتئاب. ولفتت إلى أن تجربة برنامج Arabs Got Talent كانت مهمة بمسيرتها، لأنها كشفت شخصية نجوى الحقيقية بعيداً عن النجومية. والجدير ذكره أن نجوى كرم طرحت مؤخراً ألبوماً غنائياً يضم 6 أغنيات، هي إلا أنا، حبك حب، وزعلك صعب، ومغرومة بحالي، وكاريزما، وشغل الموسيقى، وعشر دقائق، ويحمل الألبوم اسم كاريزما.